بسم الله والاسأل الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين وطيبين. نحن الدين ربنا يجعلنا فعلا نحن الروحية في حياتنا وزوجتنا وعلى كتبنا. أحب أقرأ معاكم مزمور رقم 42 وناخذ تأملات على هذه النصوص. طبعا كلمة تأمل معناها إن إحنا بنبص في الكلمات وندخل في أعماق المعاني بتاعتها، مش ناخد الكلمات كتير. دي حاجة تخلي الواحد يشبع كلمة الله. بيقول كما يشتاق الأجل إلى تداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. الأجل ده هو نوع من أنواع الغزلان تجري في الصحراء نتيجة الجلد تعرف طفرة كميات من المية. الجو بتاع الصحراء سخن، الشمس تضرب في الرمل طول الوقت. وبعدين وهو بيجري يجد في الطريق بتاعه نباتات برية، لما ياكلها النباتات البرية عادة بتبقى فيها سموم وتعمل نوع من الحرقان والعطش الزيادة، فيبقى الغزال من دول هيتجنن على نقطة مية. يصدق يلاقي مية يجري عليها يتحسب كمالتها. داوود لأنه راعي غنم عايش في البرية وشايف الأشكال الجميلة دي بتاعت الطبيعة، كان يستخدم ما يقراه لأنه يتأمل. فقال زي ما أنا شايف الغزال اللي بيجري ده هيموت على نقطة مية، أنا يا رب برضه عندي هذا العطش. أنا إنسان أجري في برية معالة طايق فيها شمال ويمين، بعدين بجد في سكتي حاجات أظن إن هي تشبعني فآخدها ألاقيها بتزود عطشي، اللي هي نور العالم اللي فيها السموم والخطية. عادة إحنا لما بنجري ورا حاجة نتمناها نفكر إنها تبسطنا وتشبعنا وتشبع احتياجاتنا، لكن عادة لما بناكل زي ما قال المسيح للمرأة السامرية لم يشرب من هذا الماء عطش. فأنا يا رب نمرة واحد عايش في جفاف، نمرة اتنين حتى الحاجة اللي بلاقيها قدامي بتزود لهيب النار الجوايا والعطش، وانت انا مش شايف جدول المياه بتاعي تايه مني. كما يشتاق الأجل إلى تداول المياه هكذا أشتاق نفسي إليك يا الله. عامل زي الأرض عطشان. عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي. طبعا هذا العطش عطش جميل اللي قال عنه المسيح طوبى للجياع وعطشت للبر منهم وراعوا. كفايه الواحد عطشان لامور الدنيا وفعلا ياخذ منها ويزداد عطش، والانسان تاني عطشان الى الله فالله يرويه ويشبعه ويفرح نفسه. عطشت نفسي الى الله الى الاله الحي. بعدين يسأل السؤال متى أجيب وأتراءى قدام الله؟ كلمة أتراءى معناها أظهر قدام ربنا. يا ترى يا داوود بتسأل السؤال ده لنفسك ولا لينا ولا لربنا؟ مين معطلك؟ واحد يقول إمتى الواحد يروح الكنيسة؟ إمتى اللي معطلك؟ متى أجيب وأتراءى قدام الله؟ طبعا في حاجات كتير معطلة الإنسان. اللي عطلنا ده ممكن يكون بإرادتنا، ممكن يكون
منين؟ بدون إرادتنا. فأحيانا ناس كتير بتروح تعطش لربنا ولكن مفيش فرصة. قد يكون مشاغل الدنيا وافدان ما عندوش وقت يقرأ القداس. قد يكون ناس شوفوا قد ايه النعمة اللي احنا فيها. لما بنسافر أمريكا ألاقي واحد جاي يقول لي أنا سكت 7 ساعات عشان آجي أحضر المؤتمر. طب ليه يا ابني بس ما عندناش كنيسة تحتاجها؟ طبعا اللي هيسوق 7 ساعات ده هيقدر يروح الكنيسة كل يوم كل أسبوع ده ممكن كل موسم كل موسم ممكن يروح متأخر غصب عنه. فإذا في أحيانا ظروف بتروح ترجع لبلدنا تخليني مش عارف آجي وأتراءى أمام الله. وبعدين في حاجة تانية بقى أصعب من دي. دلوقتي إحنا بنعمل ربنا كنيسة مليانة بشعب المسيح. هل فعلا إحنا كلنا الآن حاسين بحضور الله في وسطنا؟ ولا ممكن واحد في وسطينا دماغه مشغولة بأمور كثيرة؟ ده جايز خرج من بيتكم أو من شغله في الكنيسة يقول لك بس أغير جو، لكن هو مش جاي عشان يقابل ربنا لأن دماغه مشغولة، ضميره مثقل بأمور كثيرة. فبالرغم إن هو موجود في الكنيسة لكنه ما جاش ولم يتراءى أمامه. الله ينظر للشكل ولا للقلب؟ هناك قلوب كثيرة تكون بعيدة عنه بالرغم انها موجودة في الكنيسة. ده ممكن احنا نفسنا قدام المسيح نأتي إلى الكنيسة ولا نجيب ونقف قدام الله وما نكونش واقفين قدام الله. ممكن الواحد ينشغل بترتيب الخدمة بجمال اللحن بدقة الأداء لحن جديد هنقوله مش عارف تمجيد بتاع مين واحنا مش مركزين أساسا في الكلمات. ممكن جدا نشغل بنظام الناس اللي داخلة وطالعة وما سمعتش لكلمة ربنا ولا الصلاة ولا اشتركت. في أمور كثيرة تخليني فعلا بالرغم إن أنا جنب جدول المية لكني مش شبعان. أنا حرمت نفسي من هذا الارتواء الجميل. عشان كده بيسأل أنت بقى الواحد يجي ويتراءى أمام الله. أحيانا إحنا نقول نفسي أعمل كذا. الكلمة دي مش بتتكرر كتير. ألاقي حد جاي يقول لي إيه؟ نفسي أذاكر. طب أذاكر. يقول كل ما أنا باخد خطة إن أنا أذاكر ألاقي اتعطلت ومش عارف أكمل. نفسي أتوب طب ما أتوب. نفسي أستفيد الوقت طب ما تستفيد غير اللي بيضيع مني. نفسي أعمل كذا. هو إحنا كلمة نفسي دي تكفي؟ تخيلوا معايا لو الابن الضال قال نفسي أرجع لأبوه. كان رجع؟ أنا إيه نفسي؟ الآن أقوم وأرجع إلى أهلي. ده اللي خلاه ينجز. ده اللي خلاه يرجع. لكن لما يقعد الواحد يراجع نفسه نفسي أرجع نفسي أبقى كويس نفسي أتوب نفسي أتعلم الفضيلة نفسي أقرأ الكتاب المقدس نفسي أقرأ كتب روحية. من أيام زمان لما كنت باخد خبرة ونضيع وقتنا في الإيه؟ نفسي. عشان كده الآية بتقول متى أجيب وأتراءى قدامه لما تيجي تلاقيني معطلة. هو جدول المياه نشف ولا أنت البعيد عنه؟ عشان كده الأجي العطشان للمية ده دوره إن هو يجد جدول المياه. نتيجة الانحجاب أنا مش شايف ربنا مش شبعان بيه ودنيتي بقت ناشفة قوي. يقول صار لي دموعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي كل يوم
أين إلى بكرة؟ كلمة أين إلى بكرة نوع من التريقة والتحقير من إلهك اللي أنت مديك العين، أو سيبكم تضربوا، سيبكم تقتلوا، سيبكم مش عارف إيه. الواحد بيعز على الناس، يا رب أنت فين؟ لماذا يقول في الأمم أين إلى بكرة؟ نتيجة الانحجاب عن الله أنا نفسي مش شايفه. العدو الشيطان يقعد يعاير لي بقى، من إلهك اللي أنت متكل عليه؟ أقول له أنا مش شايفه. يقول عشان تصدق بقى إن مفيش إله ومفيش مسيح والكلام ده كله، ده أوهام. نتيجة أنت عايش عطشان وتعبان ومحدش قادر يقول. فصارت في دموعي إيه؟ خبزة. يعني ايه صارت ايدي مع خبزة؟ يعني لو انت بتاكل ايه؟ يقول لي صدقني باكل دموعي. للنهار قاعد عيط في ايدي شغال. صارت في دموعي خبزة نهارا وليلا. خلي بالكم كيف النهار وليلا. النهار هو فترات النور والليل فترات الظلام. كل انسان فينا بيجتاز حياته فترات من الظلم، تلاقي عنده فتور روحي، ملوش نفس، مش متشجع، كسلان، عايز يتدلع شوية، ملوش عزيمة، خطايا عملت قرارها، دي اسمها الليل. لكن دايما احنا خبرتنا في حياتنا ان الليل لازم بعده ايه؟ زي الموت بعده ايام. يعني كنا الله بيعمل يوميا ليل ورا النهار عشان يقول لنا خلي بالك الموت بعديه قيامة. فالنهار يقصد بقيامة الإنسان من ظلمة الخطية، وبعدين يتمتع بمجد الله. طب هنا المزمور بيقول أنا ما زالت دموعي خبزة نهارا وليلا. يعني إيه دي؟ يعني أنا شايف الناس اللي حواليا عايشين في النور، وأنا اللي مضلم، وعمال أبكي على حياتي والوضع الوحش اللي أنا عايش فيه، أنا جبت بنفسي. الناس حتى لو كانوا مستنيرين ومتمتعين، ألاقي نفسي أنا مش واخد هذه الاستقرار ولا المتعة والحياة. فما زلت أبكي نهارا وليلا من أجل خطيئتي ومن أجل ظلامي. فرصة للشيطان يعيرني. الشيطان ده من ضمن ألقاب المشتكي. عارفين إيه كلمة مشتكي؟ يعني وقعت في الخطية ويبدو ربنا يشتكي يقول لك ألحق بأولادك هم بيعملوا كذا. وبعدين يجي يتكلم في ضمائر الناس، شفت أبونا عمل إيه؟ شفت سيدنا عمل إيه؟ شفت الخدام عملوا إيه؟ يشتكي. وبعدين يشتكي نفسك لنفسك. انت فكرك انت هتفلح، فكرك هتدخل السماء، انت ضيعت. فدي طريقته في انه ايه؟ يحطمني. عشان كده ارجوكم ارجوكم محدش يشتكي ضد حد، لان دي صفه لمين؟ الشيطان. شوف المسيح لما جابوا له امراه بيشتكوا عليها انها انثى في ذات الفعل. المسيح اشترك في الشكوى؟ اشترك في الايه؟ في الغفران. طريقة الشيطان يوقع ويجري يشتكي. عارفين المثل اللي يقول لك ضربني وبكى وسبقني واشتكى. اشطر بيعمل كده. فيقعد يقول لك بقى اين الهك؟ كمان بيشتكي على الاله ضده. يوسوس في دماغي كده في ربنا، سايب ليه أطفال عيانين؟ سايب ليه الناس بتموت؟ سايب ليه الناس بيضطهدونا؟ سايب ليه الناس بتتقتل؟ سايب ليه كنيسته؟ سايب بيشتكي ضد الله عشان يشكك الناس في صلاح الله. وأخطر حاجة لما الشيطان يقول أين إلهك؟ عارفين أنا جاوب أقول إيه؟ إلهي موجود ماليش دعوة. هو بيظل العليم، هو بيدبر امورنا، واي شر بيصيبنا
يحوله الى الخير. وكل من يضرنا الله ينتقم منه الطريق طريق، لكن احنا ما بنتمناش الشر لحد، لان احنا اولاد الله اللي هو علمنا ان نساهم في الوداع. فدي طريقه الشيطان، يقول كل يوم اين اله؟ كل يوم. عندنا قصة عجيبة جدا في تاريخ الربان، تقول إن كان في راهب غلمان كده كل يوم يجي الليل ويتغلب من الأفكار ويتنجس كده بطريقة وحشة، وبعدين يفوق لنفسه فيبكي بكاء مرة ويعمل مطنيات ويقطع صدره ويسأل كل اللي يصلي على وش الصبح، يقول له رب في المبدأ جولة حسنا النهارده بمعنتك يكون يوم كويس. يمشي اليوم كله كويس ويجي بالليل ايه؟ نفس الليل في الغلطات. يوم واثنين وعشرة وسنة واثنين كل يوم. ففي الآخر الشيطان ظهر له عيانا بيانا. وقال له أنت بتضحك على نفسك وتضحك على ربنا. أنت فاكر نفسك تايه؟ كل يوم تغلط. عامل لنفسك كل يوم بتتوب وربنا يضحك عليك. انت احسن حاجه خلاص سيبك من حكايه التوبه دي، عيش حياتك بقى، اتعذب نفسك فيه ما دام انت ميولك للخطيه، عيش فيه. لكن انت لا هتبقى تضيع ولا تبقى دي. فرد عليه الراجل قال له ايه؟ عملوا فيه؟ ألست انت تضرب ما غزبت وانا اضرب ما غزبت؟ احلي ما غزبت مش تشتري مشكلتك. يعني انت تخبط خطتك وانا اخبط خطيتي، خطيتك خطيه خطيتي توبه. والشاطر فينا اللي طول باله، عارفين الشيطان قال له ايه؟ قال له والله منك مش هعود احاربك تاني، لانك انت بكثره صبرك ورجائك بتنال اكاليم. قال انا خيبان عمال اوقعك والوقوعات دي بتخليك تاخد اكاليم، فانا بطلت ما لقيتش حد انصح منك، انا هسيبه خلاص. لان الشيطان يهمه ان يوقعنا في الايه؟ الياس. الخطيه امرها محدود نمعتين بس قدام ربنا مع اكبر اعتراض، يقول حولي عينيك عني لانهما غالبتان. يمسح كل خطايانا. نقطه واحده من دم المسيح كافيه ان تغسل جميع الناس المسؤوله. ولا ايه؟ عندكم ايمان بكده؟ مهما عملنا من فظائع دم المسيح يطهرنا من كل خطيه. الشيطان ده ضعف وخسران تحاول يعرف الايه؟ الياس. عشان كده يقعد يقول اين الهك؟ يقولها كل يوم. قيل لي كل يوم اين الهك؟ هذه اذكرها فاسكب نفسي عليها. شوفوا كلمة أسكب، أسكب دي زي مية إيه؟ للبقر. طب اللي يتسكب ده نقدر نجمعه تاني؟ عشان كده استخدم عبارة أسكب نفسي، معناها أنا بتحطم، أنا بنهار، أنا بندلب، أنا بغرق على الأرض، مش عارف ألم من اللي أنا ضيعته تاني. إيه أنت بتذكره يا داوود يا صاحب المزمور يعني؟ قال كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد ونهور معين. إيه بقى دي؟ يفتكر أيام زمان كنت أمر مع الجماع، الجماع يعني جماعات الناس. أتدرج يعني إيه؟ أطلع سلالم درجات إلى بيت الله. كانوا لما بيجي يعيدوا اليهود كلهم بيسافروا من البلاد إلى أورشليم. اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، أورشليم عالية مبنية فوق جبل، فكل اللي مسافر بيطلع إيه؟ درجات سلام. حتى اللي فيكم راح القدس السلالم هناك كمية كبيرة أوي، مش كده؟ فكنت أتدرج معهم إلى بيت الله، وهم ماشيين
يمشوا جماعات علشان النصوص ما يجروش عليهم. طبعا زمان ما كانش فيه مصدر، كانوا يمشوا من بلد لبلد ماشي. طبعا هم ماشيين يعدي عليهم الليل يبيتوا يجوا ويكملوا مشوار، فكانوا يمشوا جماعات، هي دي اسمها الجماعة. وهم ماشيين عشان رايحين يعيدوا ويقدموا ذبائح ويخدموا الله في خدمة العبادة، كانوا في طول السكة يقولوا مزامير وألحان، والألحان بتاعتهم كانت فخمة جدا وجميلة جدا زي ألحان كنيستنا الطيب، لدرجة لما راحوا سبي بابل يقول لك الذين سابونا إلى هناك قالوا إيه؟ سبحوا لنا تسبيحا من تسبيح سبيوم. ردوا قالوا إيه؟ كيف نسبح تسبيحا تبقى قرآن الغريب؟ ما ينفعش. طب إيه اللي خلى أهل بابل يقول لهم سبحوا لنا تسبيحا من تسبيح سبيوم؟ من جمال الصنعة بس. فهو يفتكر أيام ما كنا شباب بنسافر عشان نعيد، والعيد عندهم مش ناقصة وجم، العيد عندهم عبادة زي عندنا بالظبط. العيد عندنا لو سألت الشمس يعني إيه عيد بالنسبة لك؟ يقول لي يعني مصلية وزقصولوجية وألحان العيد. كده جدا عيد الشعبين يبقى احنا حاطين الفلوجين بس كده ما قلتوش ولا ما عيدتش. صح؟ ولا ايه؟ يعني الواحد احيانا بعض الكنائس يبقى ايه مستعملين بتلاقي يقول لهم ما تقولوش اللحم، يقول لهم ده العيد واللحم ما بقاش غير اليوم ده، معلش عشان الناس زهقت وتروح. ليه جاي متاكدين؟ ليه يضيف بقى ان احنا ناخد اللحم وما نقولوش العيد؟ كانه ما عيدتش. العيد بالنسبه لنا هو العباده، هو الصلاه، هو الليتروجيه. كانوا كده عند اليهود، كانوا شطار قوي. العيد بالنسبه لهم عمل يخص الله. ففي ذكريات روحيه جميله. فبيقول انا اذكر هذه الذكريات فاسكب نفسي عليا. ليه؟ لان كنت امر مع الجماعة اتدرج معهم الى بيت الله. المشوار ده مليان بالسعاده والعباده والروحانية والإحساس بحضور الله في وسطهم وخبرة روحية جميلة ما ينسوهاش. وبعدين هما ماشيين بيقولوا إيه؟ بصوت ترنم محمد ونور معيد. أتذكر زمان سنة 68 كنت صغير عندي 10 سنين، زارت العلق الزيتون وأنا كنت من شغل، فكنا نروح مع بعض مجموعة شباب شمامسة نركب المترو ننزل في محطة الزيتون. من المحطة لغاية الكنيسة الشارع عبارة عن لحم، ناس كتل من الناس، كل مجموعة ماشيين يقولوا مدايح وترانيم وألحان العقرب والدفوف في الشوارع، منظر زي بتاع اليهود دول وهم بيعيدوا. من القطر لغاية الكنيسة الشوارع ناس ما تتخيلوش العدد قد ايه. والواحد يمشي مش ماشي بقى للموجة بتاعته كده، الناس ماشية كتلة واحدة والكل بيقول ألحان. حاجة الواحد لما يفتكرها يقول ايه الأيام الجميلة دي. فهو بقى المرنم هنا بيقول أنا بفتكر أيام زمان. بصوا يا جماعة أحيانا نكون أيام زمان في حياتنا الروحية أجمل من النهاردة. مرة في واحدة قالت لي أنا بقيت وحشة جدا وقعدت اعترفت بخطايا مش حلوة، قلت لها ربنا يغفر ويسامح ويصلح لك. قالت لي بس عايز أقول لك حاجة، ما تاخدش فكرة وحشة عنك. قلت لها مش ممكن أخد. قالت لي لا، هقول لك أنا لما كنت في ثانوي كنت رائعة جدا، كنت متفوقة في الدراسة وكانت حياتي الروحية عالية جدا وعلاقة ربنا كانت شيء فوق الوصف، وكنت أشبع من القداس وكنت التسبيحة وكان نفسي أفهم. قلت لها على فكرة مش أنت بس، أنتوا أحيانا تعتبروا العيال بتوع ثانوي دول عيال شغال، ده أحسن سنة تحسوا بربنا. عندهم عاطفة روحية جميلة جدا، ومهما كان في حبة شقاوة وعفرضة
لكن بيخبوا جوه قلبهم مشاعر روحيه في منتهى السمو. ده مشكله شبابنا الثانوي واعدادي كده في اهله، انهم يبحثون عن المثاليه. يبقى عايز كل حاجه تبقى بيرفكت 100%. لما بيدخل في معترك الحياه ويجد الحياه ما هياش كده، يبتدي المبادئ بتاعه تتحطم وتقل 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 لغايه لما يقول فين ايام زمان لما كنت في ثانوي. نفس المشاعر موجوده عند المرنم، فين ايام زمان؟ بس خلي بالك مش جايب الانسان ان يقعد يتذكر ايام زمان ليكتفي بهذا، مش كده؟ المفروض اول ما افتكر اعمل ايه بقى؟ اجدد ايام القدم. نرجع للمحبه الاولى، اذكر من اين سقط وتب واعمل الاعمال الاولى. لازم ارجع للمحبه الاولى، مش مجرد ذكريات. الذكريات دي ليها ميزه ان هي بتخليني افتكر ان انا ليا تاريخ مع ربنا، انا ذقته قبل ذلك، انا ذقته. مش لسه بنقول يا ترى شكل يقطع من ايه؟ في ذكريات روحيه. هذه اذكرها فاسكب نفسي علي. اقول فين ايام زمان لسه ارجع لها تاني. فين ايام زمان؟ افتكر كان البابا شنوده لما يجي لنا الديري راح من ربان كان يقول لهم ايه بعد ما يلبسهم الرسول الملابس الربانيه؟ يقول لهم عايزكم يا ابهات تحتفظوا بالروحانيه بتاعت اول يوم دخلتوا الديري. يقول انا مش برجو ان انتوا تزيدوا، يعني تزيد دي حاجه حلوه، بس على الاقل احتفظوا ايه؟ بروحانيه اليوم الاول. عارفين ليه بقى؟ اليوم الاول لدخول الدير يبقى الواحد عنده هيبه ورغبه للدير وللاباء، وحاسس انه داخل على مكان مقدس جدا، وبعدين عنده فرحه ان ربنا سمح له يدخل في هذه الديار المقدسه يكون في شركه مع القديسين. مع الوقت بيتعود في المكان اللي كنت بروحه وانا مشتاق بقى بيتي، القديسين اللي كنت بترمي عليهم عشان اقبل اجسادهم اللي معايا ليل نهار، الرهبان اللي انا كنت شايفهم من بعيد القديسين دلوقتي بقى اخواتي، فيبتدي الروحانيه ايه؟ تقل. ونفس الكلمه اللي قالوها للاب الكاهن، احتفظ بالروحانيه بتاعت اول قداس تمسك فيه جسد الرب. قد ايه الواحد بيبقى ساعتها مرعوب وقلبه عمال يخبط، واخد بالك، وحاسس انه في موقف رهيب. في ناس قديسين لغايه اخر نفس كل قداس بيصليه يشعر بنفس المشاعر بتاعت يوم ما استلم القداس. في واحد اتعود. احنا عايزين الذكريات القديمة الحلوة تجدد فينا العزيمة على الروحانية والحياة المقدسة. هذه أذكرها فأسكب نفسي عليها. تذكر إيه؟ كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معين. أفتكر أيام ما كنت دخلت إعداد خدمة، ايام كانوا بيعملوا لنا مؤتمرات، ايام كنت بروح وادي المطلوب نعمل خير ولادنا، ايام كنت بقعد تحت رجلنا هنا فلان يشرح لي ويعلمني وياخذني. تقول فين ايام القدم؟ يا ريتني اجدد ايه هذه الايام القديمه. بعض الخدام يكرهوا ان هم يحضروا الموضوع في كشكول. طبعا ده ممكن تحضرها على التابلت ولا الايباد وتشيلها فين؟ هذا التحضير حلو ليه؟ لانك انت بعد 5 6 سنين ممكن تبص في الكشكول اللي انت كنت بتخدم بيه وتشوف انت حضرت ازاي بتاملاتك، وتقول انا كنت بكتب الكلام ده حلو ده. لو انت ما سجلتهاش مفيش ذكريات روحيه. مهم جدا أن يكون لنا ذكريات مع الله. ده في أماكن تذكرنا. واحد ظهر ده
خير واتقابل مع الحق وقال كلمتين غيروا حياته الى الصالح. يقول لك اللحظه دي ما انساهاش في المكان اللي كنا واقفين في الكتاب. لازم يكون لنا ذكريات روحيه مع الله عشان تجدد فينا العزيمه. بعدين يقول فلماذا انت منحنيه يا نفسي ولماذا تأذين فيا؟ يعني الذكريات دي بعد حزين وان فبيقول لنفسه انت نفسي زعلانه قلت يلا نموت فارتجي الله. يعني ايه ارتجي؟ رجاء. الله يعطينا روح رجاء. جايز الناس ينظروا الينا بنظره وحشه تخلينا نيأس. الواحد يظن في نفسه انه بقى وحش. ليه؟ لان الناس مرايته. حسسوني ان انا بقيت رديء. فانا اقتنعت بنظره الناس دي. الوحيد اللي شفته حلو هو مين؟ المسيح. المسيح عندما يرانا لا يرانا بواقعنا لكن يرانا بمستقبلنا. في اسطوره لذيذه قوي. اسطوره مش حقيقه يعني. واحد قاعد يتخيل. يقول ان سيد المسيح بعد ما مات واخذ الناس اللي في الجحيم وطلع بيهم في الفردوس اول واحد قبله كان الملاك ميخائيل. الكلام ده اسطوره مش حقيقه. فقال له انت جيت خلاص كويس خلصت المهمه بتاعتك. قال له انا قضيت فتره على الارض وبعدين جبت الناس اللي كانوا في الجحيم ودخلهم في الفردوس. قال له ممكن تحكي لي عملت ايه على الارض؟ انا متوقع انك انت كلمه الله لما نزلت على الارض يبقى معرفه الله انتشرت في كل العالم. قال له لا مش دلوقتي لسه. بس ازاي؟ في ايه بعد ان ابن الله ينزل على الارض ويتكلم؟ المفروض بقى كل الناس تعرف الله. قال له لا اصل انا كان ليا خدمه. قال له ممكن اعرف عن خدمه؟ قال له اه. اخر قال له انا اخترت 12 راجل موثوق فيهم ركزت معاهم. قعدت 3 سنين وتلت اعلمهم عشان هم دول هينشروا الانجيل في العالم كله. قال له طب دي خطه كويسه. وبعدين حصل ايه؟ قال له في الاخر اليهود قاموا ضدي وصلبوني. فاتخبط قال له لا ما اتخبطتش انا كنت عارف ان انا نازل عشان اتصلب. مش حاجه يعني مفاجاه بالنسبه لي. قال له طب ال 12 راجل اللي هم انت اخترتهم دول عملوا ايه لما شافوك بتتصلب؟ قال له في الحقيقه في واحد منهم سلمني والتاني انكرني والباقيين هربوا. الملاك في قال له هم دول الرجاله اللي انت معتمد عليهم وشغل الانجيل. قال له اه. قال ازاي بس؟ يقول لا يعتمد عليهم. واحد باع والتاني خان انقرض والباقيين هربوا. ينفعوا دول ازاي؟ قال له ما ينفعش. قال له يا رب انا يعني عمري ما اعترض على قراراتك وارائك بس انا ما بتولدش. الموضوع مش داخل دماغي. طب انت هتعمل ايه بعد كده؟ قال له انا بعد 3 ايام هموم من الاموات. وهقعد اظهر للتلاميذ دول بيتهم واثبتهم في الايمان. وانا رجعت لهم هاجي اطلع بقى للاقداس العليا. فقال طب ما دام انت هتقوم وتظهر لهم تاني لو يعني مسموح لي اقول رايي يبقى اقوله. قال له انا رايي تغير الطاقه. 12 راجل دول ما ينفعوش. فتعمل كده. قال لا هم ما ينفعش. فمضى الملاك ميخائيل اللي حاسه بيده وهو ايه؟ متوحش مش عاجباه الحكايه. غاب المسيح على الارض 40 يوم وصعد الى اعلى السماوات. قال الملاك ميخائيل ايه الاخبار؟ قال له لسه. قال له انا عارف. عشان انا بس يعني كده مش طبيعي يعني مش هاخد رايي انا عارف. قال له اصبر. قال له اصبر ايه بعد ما 33 سنه قعدت على الارض وادي كمان 40 يوم في الاخر مفيش حاجه. فانا متوقع مفيش حاجه. يا رب كان المفروض تغير الناس دول. قال له لا لا هم هيبقوا كويسين. خلاص كنيستك وكلمتك كنت حاضر يعني. بعد 10 ايام حل الروح القدس على التلاميذ وقف بطرس كرز كم واحد امنوا
المسيح قص اللي هناك فيه قالوا ايه رايك شوفوا بقى لو سيد المسيح اخذ راينا قال له غير بقى المؤمن لا يردخ مرتين دول ناس تعبوك وتخلوا عنك وهي ايه من قله الرجال حتى 13 ورزقهم بقى رزقهم احنا بنعمل كده مجرد راجل غلط خلاص تفقد الثقه ويمشي ونشوف غيره المسيح ما كانش بينظر بهذه النظره المسيح يتعامل معنا على ما سوف نكون عليه قال له انت مش هتفهم دلوقتي مش هتفهم بعدين وهو عارف ان هم هيعملوا حاجه كويسه عشان كده احنا برضه في علاقتنا مع بعضنا ارجو ان ننظر لبعضنا برد الامل والرجاء فالمزمور هنا بيقول لماذا انت منحني يا نفسي؟ لماذا تأنينا فيا؟ ارتكي الله مش محتاجي نفسي انا ما عنديش اي امل في ذاتي كان املنا في مين؟ طب ربنا يقدر يعمل حاجه؟ طبعا طبعا بعد ما انا عكيت الدنيا يعمل يعني ايوه استخدمني وانا انسان بيتركش طبعا في ايه بعد انقلاب المسيح؟ انقلاب المسيح اللي عمله بطرس ده زي واحد سنة المسيحيه بقى مش مسيح ده ينفع يبقى كاهن واسقف ورئيس؟ لا طبعا ما ينفعش عند المسيح ايه؟ ينفع المسيح يستخدم الاوان الضعيفه معلمنا بولس قال ليكون فضل الله فضل القوه ايه؟ لله لا منا. استخدم ربنا حته جريده في ايد موسى يعمل بيها معجزات وسماها عصا الله وشق بيها البحر ضرب بيها الصخره ورفعها كده في حرب عماليق وبقت رمز للصليب. اصلا العصا دي عباره عن ايه؟ حته جريده بتاعت راعي لقى الست كده. الله يستخدم أشياء بسيطة وأشخاص بسيطة عشان يعمل منكم مجد. كل الأقدار كانوا عرضة لفترة أيام المعز. مين نقل جبل المعطاء؟ عرفة. اسمع. معاني البطرة كان قديس. بابا مين؟ أبراهام أبو زرع. أبراهام أبو زرع. كان قديس. قبل المعز ولا يهمك ادينا مهلة ثلاث أيام. مش قالوا لا عارف ايه ومش هندخل في تجربه قال له دي مهله ثلاث ايام وهو واثق ان ربنا يعمل. نادى بصوت كل الشعب وقف يصلي مع شعبه في كنيسه العذراء المعلقه. العذراء ظهرت له اذا القديس وكلمتني. طيب القديس دوت ليه ما ينزلش الجبل؟ عشان حضرتك بطل احنا عايزين معاك اصغر من عندنا يعني. زي ما تقول بلد مين؟ يرضع سره. اذا الهنا عنده رباه. ارتكي الله لان بعد احمده اشكره لاجل خلاص وجهه. الله لا يمكن ان يتخلى عنه. حتى لو كنا نحن ايه؟ غير امناء. هو يبقى امينا. لا يمكن ان ينكر نفسه لان هو طبيعته الامانه. حتى لو انا لبست نظارة سودا ودخلت جوه أوضة وقفلت الشبابيك وحطيت ستاير سودا ومش عايز الشمس، الشمس هتطلع وتشرق. لأن الشمس ما ينفعش ما تطلعش وما ينفعش يبقى شمس مش منورة. مش كده؟ ترفض تقبل هي موجودة. فالله يعطي خلاصه باستمرار زي الشمس. ناس تقبل وناس ترفض. وهو يظل إيه؟ رجع بقى يكلم ربنا قال يا الهي نفسي منحنيه فيا. عارفين النفس المنحنيه؟ حاجه مكسوره كده حزينه. قال يا الهي نفسي منحنيه فيا. اقول له انت ايه اكتر حاجه بتحنيك؟ يقول لي الخطيه والاحساس ان انا بعدت عن ربنا. مفيش هم في الدنيا يتعبنا زي هم الخطيه.
يا إلهي نفس منحنية فيا، لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعب. دي أسامي أماكن فيها ذكريات روحية. فاهمين دي؟ زي ما أنت تقول له أذكرك مثلا من دير مدينة، من وادي البطرون، من كنيسة سبارتا، من كنيسة القديسين، أماكن تحمل لك ذكريات روحية جميلة. غمر ينادي غمرا. كلمة غمر يعني إيه؟ مياه كثيرة. المياه ترمز للروح القدس. المسيح قال من آمن بي كما قال الكتاب يجري من بطنه النار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. والروح القدس يعمل فينا أن يروينا ويشبعنا. لاحظوا بداية المزمور بيقول أنا عامل زي الغزال العطشان. هنا في مصر بيقول إيه؟ فقدامي غمر ينادي غمرا، يعني نعمة تتناهي نعمة، زي ما قال في إنجيل يوحنا نعمة عوضا عن نعمة، أو نعمة فوق نعمة. عند صوت ميازيبة. إيه هي ميازيبة؟ ما هي ميازيبة المياه؟ المزاريب اللي هي بتنزل لك ميه زي الشلال. فقال يا رب انا كنت عطشان، دلوقتي انا شايف خيازير منزلالي غمر من الميه، والغمر بيجيب غمر. الشيء الجميل بقى بعد ما كنت لاقي نفسي عطشان وتعبان وزهقان وحزين ومكسور ومنحني، ساعة ما ربنا يفتح عليك يفتحها مرة تلاقي بقى ايه؟ الانجيل بقى جميل وعمال تشبع بيه. ده غمر يروح يناديلك القداس غمر اخر فرحان بيه وشبعان بعد ما كنت زهقان وزعلان ان ابونا طول وصلى غربوري وصلى ابني وزعلان من الهواء بتاعت الالحان وكل حاجه ممله في نظرك طلعت حاجات جميله. غمر ينادي غمر. وبعدين وانت فرحان بالقداس تلاقي الخدمه بعد ما كانت نفسك مسدوده ومش عايز تخدم، لا في غمر. اذا هنا ايه؟ حاجه توصل لحاجه، فبقى الغمر ينادي غمر. عند صوت ميازيبة كل طيارات ولبجك طمط عليك. طبط يعني ايه؟ غرقته. ده اللي كان عطشان بقى غرقان. ده إلهنا ايه؟ غني. بالنهار يوصي الرب رحمته وبالليل تسبيحه. ليه بقى؟ اصل في النهار انت بتخرج تشتغل، فربنا يظل عليك ورحمته يخلي يديك نعمة في عيون الناس وحرارة الشمس ما تحرقكش برحمته يظلل عليك. والليل الكلمة اللي بقولها دي هددني وددكم. الآباء قالوا الليل مفروز لعمل الصلاة. مفروز يعني ايه؟ مخصص. الليل مفروز لعمل الصلاة. مش السهر قدام مسلسلات رمضان. الليل محروز لعمل الصلاة. عشان كده قال الله بالنهار يوصي رحمته وبالليل تسبيحه. تخيل بقى واحد في الليل بيسبح ربنا فرحان بيه، بيصحى الصبح ربنا يشمله برحمته لغايه ما يخلص شغله يرجع يحط ينام في حضن المسيح ويسبحه وهكذا. عندي صلاة لإله حياتي، إله عمري، الإله اللي بيشملني طول حياتي. أقول لله صخرتي لماذا نسيتني؟ أنت صخرتي. يعني إيه صخرتي؟ أمسك فيه. تخيلوا لو في واحد مركب غرقت والناس بتضيع في البحر، واحد لقى صخرة نمسك فيه.
تحس بالامان طول ما في سفره ماسك فيها قوي. لو سابها تضيع. فانت سخرت. لماذا نسيتك؟ ربنا يبصلك كده يقول انا اللي نسيتك. انا نسيتك. عامل زي المزمور بيقول حتى متى يا رب ايه؟ بالأنا. ده نسي للرب. يعني يقول لك هل تنسى الام رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين اما انا ولا انسى. يعني حتى لو ام نسيت الله لا ينسى. بس انا بقول يا رب انت نسيتني. يقول لي معلش انا نسيتك تعالى بقى ارجع لي تاني. لماذا نسيتني؟ لماذا اذهب حزينا من مضايقه العدو؟ من هو العدو؟ شيطان. بسحقٍ في عظامي عيرني مضايقين بقولهم لي كل يوم من اين الهك؟ بقولها قدام ربنا يا رب عاملين يقولوا اين الهك؟ فانت ما تسيبنيش. يختم بنفس الايه اللي ختم بها المقطع الاولاني. لماذا انت منحني يا نفسي؟ ولماذا تؤمنين في تركي الله؟ لان بعد احمده خلاص وجهي والهي لالهنا المجد الدائم من الابد. سؤال قال يسوع للتلاميذ اني اسبقكم الى الجليل. ومعجزه سيد السماء كانت بحي الطبريه وهي في الجليل. السؤال من ذهب ورجع الى اورشليم؟ طبعا ظهورات المسيح بعد القيامه كانت كثيره جدا. منها ظهورات في الجليل ومنها في اورشليم في العليه. لكن الكتاب لم يذكرها بالترتيب. بعض الناس بيحاولوا يعرفوها بنظريات معينه. لكن احنا يهمنا في الاول وفي الاخر المسيح قام ظهر لتلاميذه 40 يوم باشكال وطرق كثيره عشان يبرهن لهم قيامته. بعد ال 40 يوم صعد الى السماء. يسوع صعد الى السماء بجسد الجديد. يعني ايه جديد؟ هل المسيح في القيامه اخذ جسد جديد يقول لك انه هو جسد واحد؟ ده هو الجسد الواحد الموجود عند الناس. ربنا بيقول كده هذا هو الجسد الذي اخذه ابنك الوحيد من سيداتنا وملكاتنا. هو ده اللي اتاخد من العقل. هو العلم اللي اتقدم. هو اللي قال. هو اللي صعد. بيقول بقى ماذا يفعل هذا الجسد اللي هناك؟ الجراحات بتاعته تشفع فينا من اجل غفران خطايانا. واحد بيقول انا واثق في الرب جدا لكن في مشكله ما لهاش حل، اعمل ايه؟ فلما انت واثق في ربنا كلمه لح عليه وهو في الوقت المناسب هيحكي لك المشكله. ابني شريك كذا مرسوم شماس لكن منذ 3 سنوات عنده ميول الحياديه هو وزملائه. احنا بنصلي من اجل ماذا افعل؟ بالرغم من الاباء الكهنه لم يقصروا. بص طالما انت مربيه في الكنيسه صدق انه هيرجع. طالما الاباء متابعينه وتصلي من اجله هيرجع. لان فكره الالحاد فكره مع احترامي للملحدين فكره حمقاء. لان الالحاد بيقول ما فيش اله. اوكي ما فيش اله. مين بقى اللي عمل الكون؟ يقول لك اتعمل لوحده. مين في الدنيا يعني يصدق ان حاجه اتعملت لوحدها؟ مين يقول لي ان الكنيسه دي اتبنت لوحدها؟ يقولوا الانفجار العظيم. حصل انفجار في بداية الخليط. نتيجة كده كل حاجة اتخصصت؟ كل حاجة اتخصصت؟ يعني احنا لما في كنيستنا هنا دي حصل انفجار
كتب وكام مكونات. يعني الانفجار ده يمشي نظام ولا طول؟ طب الانفجار العظيم اللي حصل اللي هو بيج بانج ازاي يعمل نظام اذا ما كانش فيه مهندس بينظم؟ يقول لك تباديل التوافير. العلم بدون التباديل التوافير ما تعملش نظام. يعني ايه؟ لو انا في جيبي 10 شطات نفس الحجم وكاتب عليهم ارقام من 1 ل 10، ايه احتمال ان انا مد ايدي تطلع رقم 1 من 1؟ 1 من 10. طب ايه احتمال ان انا اطلع 1 وبعدين 2؟ يقولوا 1/10 = 2، يعني مره من 100 محاوله. طب عشان ارصص 10 شطات صدفه اطلعهم 1 2 3 4 5 10، قال 1/10 + 10، يعني 1/10 مليار محاوله. عشان ارصص 10 شطات محتاجه 10 مليار محاوله. لو كل محاوله تاخد مني دقيقه يبقى محتاجين كام سنه عشان ارصص 10 شطات. فقالوا بعلم المنطق ان عشان العالم يترصص بالمنطق ده الموجود بطريقه عشوائيه صدف محتاجه ما لا نهايه من الزمن، وده شيء مش منطقي. اذا الفكره حقيقه بتطلع دماغ الشباب بيقروا حاجات طبعا ما تفكروش في اللي انا بقوله لما تقنعهم. عندهم اثباتات وحاجات لكن في الاخر هيدرك ان لابد ان يكون هناك اله ينشئ الكون. لان هم احيانا بعض المؤمنين يقولوا ان الكون ازل. طب مين عمله؟ هو الواحد. يعني ايه دي حاجه الواحد؟ فانت مصدق ان الكون ازل ومش مصدق ان في شخص ازل اسمه الله؟ ايهما اسهل؟ ان انا اعرف ان في كوبايه موجوده من الاول ولا في صانع عمل الكوبايه؟ ايهما اصدق؟ يعني انا مش محتاج كميه ايمان تقول لي الكوبايه دي اتعملت لوحديها، بينما كمية ان انا اقول لك في صانع عملها مش محتاجه ايمان كتير. كون الله ما عمل حاجه دي حاجه طبيعيه، لكن كون الحاجه اتعملت من غير عامل دي اللي محتاجه ايمان بقى، محتاجه ان انا اصدق حاجه مش معقوله. قولوا لي الكنيسه دي اتبنت من غير مهندس لوحديها كده نزلت بالترتيب بتاعها بالنظام بكل حاجه، تدخل عقل مين؟ عشان كده ما تخافش على ابنك بعد ما يقول في حوالي من الحال سيرجع الى حضن المسيح. في الفصح بعد ما تم العشاء المسيح، يعني عايز يقول المسيح اكلهم جسد الدم بعد ما اكلوا اذا كانوا فاطرين. طبعا ظروف تاسيس السر غير ظروف ممارسته اليوميه. تاسيس السر كان لازم يخلص عهد قديم يبتدي عهد جديد في نفس اللحظه، لكن بعد كده بقى في نظام في الكنيسه من ايام الرسل، بدليل ان كل الكنائس التقليديه مش احنا بس بيصوموا قبل التناول. صحيح في كنائس بتصوم اقل في عدد الساعات، لكن في الاخر في الاول في نوع من الصيام. واحدة بتقول أنا مخنوقة دايماً وتعبانة نفسيتي بمشي غلط كتير بعيد عن ربنا، صلي لي أرتاح وأقرب من ربنا وأقوم بتدريب خفيف. التدريب إن إحنا نصلي، يعني أنت لو بدأت بصلاة يسوع يا رب يسوع المسيح اسألني أمين يا رب يسوع خليني فيك، ندخل في الجو كويس. حكاية قراءات 29 من شهر أنا عارف إن في مدرستين في الأفكار في هذا الموضوع. ناس يقرؤون قراءات الشرف اللي هي 29 برنامج كل الشهور. في ناس يقروا القراءات العادية إلا إذا وقع يوم 29 يوم أحد. المجمع المقدس من أكثر من 20 سنة قرر قاعدة، بقت معروفة مش لازم إن كل واحد يلتزم. القاعدة الموجودة حاليا نقرأ القراءات إلا إذا كان يوم 29 يوم أحد،
لان لما الاثنين تسعه مش هيبقى معاها حد ولا حد خالص. فعشان ما يكرروش الخصوم ده قالوا لا لا مش هيبقى. لكن القاعده احنا بنقول عنها بنقول اركان الاولاد والاشاره والبيع. أقرب كلمة لكلمة أقنوم في اللغة العربية هي كلمة شخص. الآب شخص والابن شخص والروح القدس شخص، بس هي بنقول أقنوم لأن كلمة شخص بتوحي إن هما منفصلين عن بعض، فعشان كده بنستخدم كلمة أقنوم.